هل قلبك مستعد لمصيبة زينب؟ كيف استقبلت زينب الحسين؟ كيف استقبلت خبر أبي الفاضل؟ قايل لا تنوحي لو كثر جروحي وشلون ألقى روحي وأنا روحي عباس. اسمع، هي ساعة حسين جاني وشفت دم بيده يسيل. شنو هذا الدم؟ قال لي مو دمي البدية، هذا دم عين الكفيل. لو ان شاهدت اللي شفته كان قلتي مستحيل. منو يوصل راس اخونا؟ هذا بين حام الدخيل. اسمع، راس بلا عمامه مهشوم عظامه والطبرة علامة ظلت يختع الراس. اسمع هذه الأبيات، الجيش ظل يحكي علي هاي زينب بالطفوف. يأشر على زينب، شوفوا ما عدها محامي، الجثث قامت تطوف. شنو المصيبة؟ روحوا يمها واضربوها وقيدوا منا الجفوف، ولنا نمشي بمشينا. شنو يسوي؟ نسحق حسين وتشوف، خل نحرق قلوبها ونتولى سليبها، والعسكر يسيبها ما ظل الغنوماس. يا الله.